الملف الصباحي عادة لدى كل الموريتانيين خاصة سكان الداخل، لكن إعداده بحي بغداد بمدينة العيون يتطلب بعض الوقت في انتظار الحصول على الماء باعتباره مكونه الأساسي. ومن أجل الحصول على الماء قد يستدعي ذلك عملية استنفار داخل بيوت ساكنة هذا الحي، عملية أبطالها النساء والأطفال غالبا. وإحنا لين عند الزريق يقرنا من هذه الشمس والحر، ما عندنا قطرة من الكرتية، ما يطرى علينا الماء ولا ما عندنا فينا العدالة. الكرتيات هون شي منهم الممرور إلي، وإحنا هذا كرتية قال لها بغداد ما تجينا، كانت عطيتنا نهارين في السبت والإناء. أوعية الماء وبراميله المخصصة لمياه الشبكة احترازا من انقطاعه، يحكي مشهدها أمام الحنفيات قصة هجر بين الصديقين. جفاف الحنفيات وموسمية توفر الماء جعل أصحاب عربات الحمير المزودة الأبرز للحي بمياه الآبار القريبة. موجود بادي مشورة بغداد هكو قيس واسمه ليلة ها حي الأطشان هون قيس وندور الماء يبيدون 50 و... كم شرط تجيب الماء؟ نجيبو بريقة ايات نجيبو كفر من بريق بدون 50 وفتو. ويطالب سكان حي بغداد الجهات المعنية بالتدخل لحل مشكل المياه في حيهم او ضخه في اوقات معلومة للجميع تمكن من الحد من العطش ولو بشكل جزئي. يواجه حي بغداد كغيره من احياء مدينة العيون نقصا في المياه، ويجد من لا يمتلك عربة نفسه مضطرا لجر برامله بين هذه الطرقات الضيقة. محمد ناجي، قناة المرابطون، من مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.